الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السائل بيقول ما حكم البسملة في القراءة والتسميع بصوت عالي والقنوت في صلاة الفجر؟ طيب، بالنسبة للبسملة في القراءة، البسملة تقرأ قبل قراءة الفاتحة، تقرأ البسملة و تقرأ سرا، والإنسان يستعيذ أولا بعد دعاء الاستفتاح، يستعيذ يقرأ البسملة وبعد ذاك يقرأ الفاتحة. أما الاستعاذة ودعاء الاستفتاح والبسملة كلها تكون سرا، ولا يجهر إلا بالفاتحة، ويجهر بالبسملة أحيانا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو لقيت الإمام بيجهر دائما بالبسملة فده يدل على جهله بالأحكام الشرعية، لما جاء في البخاري من قول أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بالبسملة. طيب، بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر، اللي بيعملوا الصوفية ده هسه ده ما قنوت صحيح، ده باطل. القنوت السري ويكون في صلاة الفجر فقط هذا مو صحيح. الصحيح اللي يكون القنوت عند النوازل، يعني تكون في نازلة مصيبة في البلد كلها، والقنوت يكون في كل الصلوات، ما في الفجر برا، يكون في الصلوات كلها، ويكون جهرا لا سرا، يدعو الإمام ويؤمن الناس من خلفه، ويكون بعد الرفع من الركوع. طيب، السائل بيقول: الصوفية يقولون الإمام لا يدعو بعد الصلاة أو يدعو بعد الصلاة المفروضة. لا، الإمام لا يدعو بعد الصلاة المفروضة، إنه وهابي، وأن المالكية يدعون. هل كان الإمام رحمه الله مالك يدعو بعد الصلاة؟ الإمام مالك ما كان يدعو، إنما كان على السنة رضي الله عنه. والدعاء اللي بيعملوه الصوفية ده بعد الصلاة المفروضة بصورة دائمة، هذا الدعاء ما من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان بيدعو والصحابة يؤمنوا خلفه بعد الصلوات أبدا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الباقيات الصالحات والذكر المعروف اللي بعد الصلاة. أما دعاء ثابت بعد الصلاة ده ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله أبدا. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله يقول: الدعاء بعد الفريضة بدعة، أما بعد النافلة أحيانا إذا احتاج له الإنسان، بعد النافلة أحيانا يعني تكون صليت صلاة نافلة وعندك حاجة تقدر تدعو لها، ممكن تدعو بعد الصلاة النافلة. أما الدعاء اللي بيعملوه الصوفية ده بعد الصلوات المكتوبة فهذا ليس من السنة أبدا. طيب، يقول: أمس صليت العشاء في مسجد وبعد انتهاء الصلاة اكتشفت أن الإمام هو صلاح الخنجر الذي ينشر الشرك في قناة النيل الأزرق، هل أعيد الصلاة؟ أولا يا أخواننا، إذا كان الإمام عنده عقيدة خربانة، إمام الصلوات صلاة جمعة ولا صلاة من الصلوات الراتبة، الإمام إذا عنده عقيدة خربانة مبدئيا العلماء قالوا ده ما يصلى خلفه، مبدئيا كده ما تصلي وراه، عارف انه الامام ده تجاني ولا برهاني ولا سماني صوفي من الصوفية، عنده عقيدة خربانة مبدئيا ما تخش تصلي، شوف جامع تاني. طيب، بعدك لو انت صليت حكم الصلاة دي شنو؟ العلماء اختلفوا في حكم الصلاة، بعض العلماء قالوا الزول اذا ظهرت منه عقيدة خريبة، زول بيدعو غير الله، منده الأولياء، مركب حجاب، ده مجرد ما تعرفت عنده الأشياء دي الصلاة وراءه باطلة ولا تجوز وما يصلى خلفه. وده قول الشيخ مقبل عليه رحمة الله. الشيخ ربيع جعل له شرط، قال: لو قيمت عليه الحجة، يعني زول لقيته رابط حجاب ولا بنده بيقول يا المكاشفي، ده شرك بالله. إذا قمت عليه الحجة قلت له الحجاب ده شرك،
ولا دعاء الشيخ شرك. أقمت عليه الحجة، اديته الدليل من الكتاب والسنة. بعد ده الصلاة وراء ده باطلة، لو صليت الصلاة وراء باطلة. أما لو ما أقمت عليه الحجة، ولا تعلم من أقام عليه الحجة في الحالة دي، أنت لو صليت ما عارفه أو كده الصلاة ما باطلة ومدعيدة، لكن بعد ما عرفته تاني ما تصلي وراه. وانت عموما مما تلقى الجامع جامع بتاع طريقه، تلقى فوق اليافطه معلقه الطريقه الشاذليه العراقيه، بس ابقى مالك طيب شنو علاقتك فوت؟ بدخلك هنا شنو انت؟ شنو علاقتك فوت يا زول؟ ما تصلي في محل زي ده، انت صلاتك دي خلاص دار تلعب بيها؟ يا اخي ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكيف انت تصلي لك ورا زول كان قام بنده شيخ وانقعد بنده شيخ؟ ده شغله وبرا شغله بنادي في الشيوخ ديل، ما تصلي وراهم. طيب قال: ما حكم لبس الحلقة أو الخيط على اليد أو الرقبة أو السيارة أو غيرها لدفع العين أو السحر؟ ده شرك. لحديث المسند النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرقى والتمائم والتول شرك، ما تعلقها. وكذلك كتابة الآيات على السيارة، زول تلقاه كاتب بسم الله مجريها ومرساها، ده برضو يلحق بالتمائم. زول تلقاه كاتب في العربية ما شاء الله تبارك الله، يلحق برضو بالتمائم ده. فهمت الكلام ده؟ عشان كده ما يجوز تعليق آية، ولا يجوز تعليق ابدا ورد ولا حرز ولا دلقان ولا ورقه تعلقها في عربيه ولا في غيره، ما بجوز ده كله، ما بجوز. وما في واحد يمشي صوفه يغشك يقول لك لا لا الحجابات عندنا بتجوز. بتجوز من وين؟ والدين ده بناخده من الرسول ولا من الصوفيه نحن؟ مش الدين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من تعلق شيئا شيئا، دي مش عامه، ده حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، قال: من تعلق شيئا. العلماء عشان كده اخذوا من الحديث ده: لو علقت قران، القران شيء، لو علقت خيط، بس خيط كده علقته، لو علقت سبحه، لو علقت غيره، من تعلق شيئا وكل اليه، ما بجوز اطلاقا تعلق اي حاجه. فهمت؟ ورقه، دلقان، غيره. يا اخي انت توكل على الله، يا توكل على الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. طيب قال: هل أفعال العباد خلق لله؟ نعم، الإجابة نعم. طيب السؤال البعدي الثالث قال: ما هي البدعة؟ وهل في الإسلام بدعة حسنة؟ البدعة هي شيء مخترع في الدين جديد، يعني ما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أقراه ولا دعا له، بدعة شيء جديد، كويس؟ والإسلام ما فيه بدعة حسنة، لأنه هي البدعة ممكن تكون حسنة، لأنه الحسن هو اللي جابه الرسول، ما ممكن يكون في شيء حسن وما جابه الرسول، معقول يا إخواننا؟ يعني الله جاب لنا الدين ناقص ولا كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل له شريعة، نزل له شريعة وكتمها. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا قد كتم فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فما ممكن يكون يا أخواننا، أنتم خدوا في بالكم النقطة دي، ما ممكن يكون في شيء دين الله بحبه وبحب الرسول في دين الله ما أو الله بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغه لنا. في اخواننا كده، انا داير زول يوم من الايام انت اسال السؤال ده، قول له: يا اخي اديني حاجه واحده الله قال للرسول قول للناس والنبي ما بلغ لنا. النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما من شيء يقربكم الى الله الا واخبرتكم به. يعني ما في حاجه دين بتقربنا لله النبي ما ورانا ليه. طيب الناس الليله اللي بيجيبوا لك بدع ويقول لك دي بدعة حسنة، يجيب لك بدعة عديل، يجيب لك مولد احتفال بالمولد، كويس، يجيب لك حولية، يجيب لك
يقول لك لا عندنا ذكر في الطريقة هناك. ده الرسول عمله؟ يقول لك ما عمله. طيب خير ولا شر؟ يقول لك خير طبعا. في خير الرسول ما بعرفه؟ خير الرسول ما بعرفه؟ في خير الرسول ما سواه؟ ما ممكن أصلا. وبالتالي أي زول يقول لك في بدعة حسنة كذاب. سحنون نقل عن مالك عليه رحمة الله قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. ما في بدعة حسنة. ابن عمر رضي الله عنه يقول: من استحسن فقد شرع. مين ما تقول عادي كويسة ودي سمحة، انت استحسنها من وين؟ ما في الدين بدعة حسنة. والصوفية طبعا بيستدلوا لك، يقول لك يا مولانا عمر بن الخطاب قال عن التراويح نعمة البدعة. نعمة البدعة. هل التراويح الرسول ما سواها؟ ما صلى يعني؟ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تكون بدعة؟ كيف تكون بدعة؟ طيب حيسألك يقول لك ليه عمر بن الخطاب قال دي بدعة؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه العلماء قالوا هذا من باب البدعة اللغوية، يعني حاجة الناس جددوها، كانت اندرست الناس ما عملوا بها من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أيام النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 يوم بس، اليوم الرابع مرق ما صلى. من الوقت ذاك ما عملوا بها إلا بزمن عمر الخطاب. فكده عمر الخطاب قال رضي الله عنه قال نعمة البدعة، ودي ما بدعة في الدين يا أخي، في الدين ما بدعة هي، لكن سماها من باب اللغة بس، من باب اللغة. أنت قول لك حاجة، جيب لنا حاجة زمن الرسول كان النبي بيعمل بها زي التراويح، كان النبي بيعمل بها كويس والناس تركوا العمل بها. أنت تعال أحيي لنا من جديد وسميها بدعة، سميها سنة حسنة، سميها أي حاجة، بس بشرط يكون العمل منه، بس يكون عمل الرسول. شان نحن بعد ذاك نقول لك دليلك جبته ده بتاع عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه، نقول لك دليلك ده سليم 100%، بس جيب لنا حاجة عمل الرسول. سؤال: المولد احتفل بالرسول؟ قال احتفلوا به؟ احتفلوا بالصحابة؟ لا. طيب امشي بعدي الحولية داقين النوبة والعجاجة قايمة فوق وسركي حركي مركي مركي، ده سوى الرسول؟ ما سواه. إذا بدعة، ده ما بجوز في الدين، فهمت؟ والسبب من بحثاي بتاع طردها من جنب الحمامات، ده بعرفه. انت عارف الزول ده ما بيقدر يشتغل كويس ثاني، لانه زمان ريحه الحمامات دي شكلها بتظبط له راسه، هسه راسه ذاته ما بينظبط. طردها ودبه هناك، وعقبال الطرد النهائيه، في النهايه ما عنده حاجه. زول راسه له كتب قدامه كالحمار يحمل اسفاره، كتب دي كان فتحتها كانت كان بيجي الزول زي الناس. افتح الكتب اللي قدامك دي، قول لي كتب كلها كتب قيمه، كتب محمد عبد الوهاب، كتب ابن تيميه، كتب عظيمه جدا، لكن راس الكتب قدامه وبيع في الحجبات والهوس بتاعه اللي بيسوي فيه ده، وجايب له شريط بيشغل فيه للجماعه مساكن غشوم. قال مستر هنفر، ومستر هنفر يعترف بانه الوهابيه تابعين لمستر هنفر. هنفر ده منازل، ده الناس مساكين ساي. واحد مره زرينا في الجامعه جاب كتاب، قال كتاب مستر هنفر وانتوا تابعين لحمد عبد الوهاب ودبت يهودي. قلت له كيف افتح الكتاب ده؟ الكتاب ده المؤلف منو؟ وينو تأليفه؟ تقدر الآن تثبت لنا نسبة للكتاب ده؟ تقدر؟ ما في. الكتاب ده كاتبينه شيعة زمان ولفقوه في محمد بن عبد الوهاب كويس، وداك مستر هنفر ومين يا لو احنا عندنا شغلة بهنفر؟ ما احنا مال هنفر يا اخي، الله يحديك. نحن بنتكلم معاك بنجيب لك آية وحديث، نتكلم معاك بالكتاب والسنة، تقول لي هنفر قال؟ مالي مال هنفر يا اخي. انت وهنفر وغيرك تعال كتب محمد الوهاب قاعده، مش كتبه قاعده محمد الوهاب ولا ما في؟ في السوق قاعده. كتاب التوحيد اصول 3، 6 مواقف من السيره، الاصول 6، كتاب صور من حياه او من سيره الصحابه وسيره النبي صلى الله عليه وسلم، كتب كثيره كويس. جيب لي كتاب بتاع محمد الوهاب وافتح لي، قول لي صفحه 13 كتاب محمد الوهاب قال كلام هنا، الكلام ده باطل. بعد ده انا بجي بناقش معاك الكلام ده، يا بقى حق جبت لك دليل عليه، يا بقى باطل ردد على حمد الوهاب، بس ده كله موضوعنا، كل الموضوع، فهمت؟ لكن يجي واحد يكذب ومستر هنفر يهودي، يا زول يهودي، فهمت؟
ده ما موضوعنا معك. نحن نتعامل مع جميع علمائنا باعتبارهم ما معصومين. يعني في عالم احنا قلنا لك مقدس ومعصوم، علماء السلف، ابدا من عهد الصحابه ليه يومنا الليله، علمائنا كلهم علماء المله، من كان منهم على المنهج الصحيح والديانه والاستقامه اي زول منهم فوق راسنا، علماء الدنيا كلهم في راسنا ده فوق، لكن ما معصومين. يعني لا ممكن تجيب لي كتاب لابن تيميه مع جلاله قدره وعظمته ومكانته الجليله يكون فيه خطا. طوالي علمائنا علماء السنه بقول لك اخطا ابن تيميه في المساله دي هنا. كويس يا اخي، انا اضرب لك مثال، مثال جميل يدل لك على المنهج السلفي ده منهج مستقيم منضبط، ما في منهج زيه ابدا. كتاب بتاع ابن تيميه اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، في الكتاب ده جوا يتكلم عن بدعيه المولد. طبعا هنا الصوفيه ما يفهموا الكلام ده. اول حاجه ابن تيميه قال مولد بدعه ما بجوز، عشان ما يجي واحد يقول لك قال ما بدعه، لا لا قال بدعه ما بجوز. لكن ابن تيميه قال لو ان انسانا احتفل بالمولد وهو جاهل بحكم المولد، ما عارف انه المولد ده بدعه ما بجوز، لكن احتفل بالمولد وهو جاهل ما يعلم حكم المولد، لكن قال احتفل محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهذا يثاب على محبته لا على البدعة. ده كلام ابن تيمية، يعني الله بيديه أجر على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك إنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم أجر عظيم. كويس، أجر كبير. لكن خد بالك ابن تيمية قام قال شنو؟ قال فإنه يثاب مع جهله يثاب. ابن عثيمين ومحمد حامد الفقي، ده محمد حامد الفقي ده كان رئيس جماعة أنصار السنة في مصر، ده زمان أنصار السنة، أنصار السنة زمان، أما هسه ما الشغلة فكت، أنتم عارفين الحاصل. كويس، محمد حامد الفقي وابن عثيمين علقوا على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فقالوا شوف الكلام ده، شوف الإنصاف ده كيف. ابن تيمية ده باعتباره شيخ للاثنين ديل، شيخ لابن عثيمين من باب الاستفادة من كتبه يعني، وشيخ لحمد حامد الفقي وهو إمام من أئمة السلفية. قال محمد حامد الفقي قال الجهل عيب ولا يمكن أن يثاب الإنسان على العيب، ما بسيبوك على جهلك، ممكن تثاب على جهلك، ممكن تعذر بجهلك، لكن ما ممكن تلقى أجر في جهلك. فهمتني؟ شوف علق رد عليه كيف ابن عثيمين، برضو علق على ابن تيمية قال كلامه ده خطأ ما صحيح ما بيثاب عليها ودي بدعة والإنسان لا يثاب على البدعة. عشان كده شوف انت تفهم المنهج السلفي منهج قائم على نقد الخطأ ولو صدر الخطأ من إمام جليل. زمان أحمد بن حنبل جابوا له قول لابن المبارك، ابن المبارك ده شفت اللافين في الوطن ديل كلهم العلماء ديل ما يساوي نعال ابن المبارك، إمام قدر الدنيا، ده كان يسمى أمير المؤمنين في كل شيء، أي حاجة هو أميره، في الحديث في الزهد في العبادة في العلم في الأخلاق في الإنفاق، زول عنده قروش مع هذا كله، زاهد وعالم وعابد مع هذا كله عنده قروش، بيدفع قروش ثقيلة. كويس، ابن المبارك نقلوا لأحمد ابن حنبل قول لابن المبارك والقول خطأ. الإمام أحمد قال إن ابن المبارك لم ينزل من السماء، الحجة في الدليل. شوف المنهج السلفي منهج قائم على احترام الدليل وتقدير الدليل مع توقير العلماء والحفاظ على مكانتهم، ده كده المنهج. كويس، الشغلة ما جاية تصاي أصل صوفية، يجي الواحد يفك لك غنبلة شيخ بتاعهم يفك لك غنبلة قدر الدنيا يقول لك أنا بحيي الموتى وبنفعك وبضر وبمرق من القبر وبخش ثاني، ويوم القيامه نحن قاعدين جنب الميزان ندخل زول الدار ندخله ونمرق الدارنا كده، بعد هيجي صوفي يقول لك ابويا الشيخ ده لو قال كلام ما تعترض عليه ولا تعترض فتنطرد. يا ناس في دين زي ده؟ دين كده؟ هو الصحابه اذا صحابي قال قولي خطا تحترم مكانه الصحابي، لكن يقولوا كلامه ده خطا وقوله ده خطا ما بجوز. في ده الصحابي، ده يا صوفي صاحي درويش صوفي بس ماسك له سبحه ومكايت له في 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 غرفه كده، ويجي يقول لك يا اخي والله ابونا الشيخ ده ما بيسالوه بس خليه يقول اي شيء، ده وعلى كيفه والدين ده حق ابوه، ما على كيفك انت
الصح صح، والخطأ خطأ بالدليل من الكتاب والسنة. أنا أترك بقية الأسئلة إن شاء الله للشيخ شهاب، شايفه بيجاي هنا موجود ولا ما؟ تفضل يا شيخ.